يا بنتي اني طابخ لنفسي، ليش متعبه نفسك؟ احنا اكلنا من صينيه زوينه وقلت اجيب لك تذوق من طباخ بنتك فاطمه. ايه بس يا بنتي انا طابخ. ما عليه ما عليه، طبخ حريم غير عن طبخ رجال. زين هاتي عمي. لا 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 لا، هذا بعد علي انا، لازم انا اللي اقرب لك الاكل واشوفك تاكل وبعدين اسير عنك. زين ولدك؟ وشبهك؟ ليش ما معاك؟ أكيد مسافر ولا؟ سيري يا بنت البيت، أكيد أبوش يحرصش، لا تتأخري عليه. زين بس توعدني أنك تاكل ها؟ أوعدش، بس أنت سير البيت على طول، وإذا حسالش من هين جايه لا تخبريهم أنش كنت عندي. وليش؟ ما أقولش. ما بتفهمي ما بتفهمي يا فاطمة.
نبي يكون لنا بيت مثل كل الناس. دوم اللي متنهجلين في الشوارع وهذه المطاعم هذه. والبيت اللي ساكنينه ما تسميه بيت؟ أسميه بيت، أسميه. لكن البيت أنا عندي يا أبو ناصر هو الأم، الزوجة، الأخت. لكن أنت بصراحة يا شايب علي ما تقدر عليهم. صدقت يا ولدي، صدقت. أقول أبوي إيش رأيك نخطب لك؟ طبعاً أنت ما تطمع في وحدة بنوه، يعني تكون كذي شوي أصغر منك أو حتى كبرك. المهم لما نرجع حاصل لنا على الأقل لقمة هنية. ليش ما أنت اللي تتزوج؟ ليش؟ ها؟ لكن لا، ماتوا ماتوا لما يجي الوقت. بس يا ناصر أنت لازم تتزوج من هناك، هناك وبس. من هناك؟ منين؟ بعدين بتعرف يوم لما يجي الوقت. هناك يا ناصر يا ولدي البنات لهم وجه القمر وخصوبة الأرض وعلى عيدهن راحة العمر. شوقني بصراحة. وبعد ما تراني ما أمزح، أنا لازم أخذك يوم هناك حتى لو كان هذا اليوم آخر يوم من عمري. وإيش الفائدة يا أبوي؟ إيش الفائدة إذا كنت بتودرني وحيد؟ لما تروح هناك ما بترجع يا ناصر. إيه يا ولدي يا ناصر، بتنولد من جديد، بتنخلق من طين هذه الأرض اللي بتكون لك ريحته وتكون لك أنفاس زرعة ونباته. طيب أبوي ليش ما نصير تو؟ تو لا، تو لا بعد ما جاء الوقت. لما يحين الوقت ما متأخر ولا لحظة. فبعدك في غرور واندفاع وتسرع. لا أنت تقدر على العصا ولا أنت تقدر تقراه. ليش هي في عصا ودفتر بعد؟ أنا ما عندي مانع أبوي إذا كانت هذا الجمال هذه الحلاوة. هذا الجمال هذه الحلاوة تقصد هذه؟ على إذنك أبوي أنا ما بتأخر عليك. على إيه؟ وقت. أنا وقت الجاي أبوي. السيارة اللي في الخارج هذه سيارتك؟ مالها؟ حلوة حلوة واجد.
أبو ناصر. يلا يا ولدي تأخرنا. يلا هذا أبوي وأنا ناصر. وأنت؟ أنا إيمان. إيمان بنت أبو الغنائم. بنت الله يتوب عليها من الأكل، وكل لي هذاك الأكل الزين. والله اشتقت لطباخ أمي. أغلب الموظفين اللي نفارق بمسقط يرجعوا البلدان كل يوم، يرجعوا الحيان. نحن ليش ما نكون مثلهم؟ ما أعرف، مع أننا ما مقطوعين من شجرة. نحن مو الوحيدين في هذا، بس مو كل واحد وراه شايب يصادم من المكان لآخر. المكان الوحيد اللي باقي هو الشغل، ومن يدري يمكن حصل هناك باكر بعد. أتخيل جاي الصبح يوقع الحضور مثلنا. على الله طارق، شو يقدر يسوي شيء؟ على فكرة شباب، عندنا مثلا ما أقدر أجي أشوف معاكم المكان. ها، لا تقول عندك موعد مع سميرة. اليوم لما اتصلت فيه حسيت ان صوتها غير طبيعي. انت متاكد ان هذه البنت ما تضحك عليك؟ سعيد، اعتقد ان تكلمنا في هذا الموضوع بما فيه الكفايه. انا اسف ما قصدي. بس يا اخوي سالم. لا بس ولا شيء، انت دائما قسم معي نفس الكلام. يا اخي يا اخي، انا حر بحياتي، حر باختياري، عاجبني اتعذب، يعيد بقى. ما كان خصف، هو فهمني غلط. ولا يمكن شايف في حالتك. حالتي أنا؟ حالتي أنا ما لحدتها التلفونات والمواعيد الكاذبة. حالتي، حالتي مرهونة بالشمس والنخيل والقمر مع الظل، السحاب اللي تمطر ياسمين، بالفلج الممتد مثل عرق الحياة. شمسة، شمسة. سلامتك يا أمي. ما شاء الله صرت رجال، كبرت، أول مرة أشوفك كبير. الفضل يرجع لك يا الغالية. الولد الأول سميه باسم أبوك، والثاني باسم جدك. الله يهديك يا أمي. وأنا واحد أتزوج عشان أسمي أولادي. الأولاد أم البركة، والأرض هي الخير. الأرض مرهونة. تزوج بنت عمك. الأرض مرهونة عند عمي. عمك ما عنده غير شمسة. أخاف أتزوجها ويقولوا إني باغي أرد الأرض. وانا وانت تحب بنت عمك. الحب يا ولدي هو انكم تكونوا مع بعض. الارض مرهونه، شمسة عندك بني.
ابو حمود. مرحبا سيف. خير ان شاء الله. خير. كل خير كل خير. رايح الدكان قلت اخطف عليك نسير نتمشى مع بعض. زين تعال قهوه. القهوه زاهبه. احسنت. ما يصير يا رجال. كثر الله خيرك. قهوه بس فنجان واحد. احسنت يا سيف مو وقته. ترك اليوم سليمان هو اللي يفتح الدكان من وقت. قلت انا اليوم اسير افتح بعد. يلا يلا. خير ان شاء الله. خير. يلا. خير سيف. بغيت تقول شيء؟ اخاف اني اكون متطفل. لا قول انت ما بغريب يا رجال. قول. واحنا خارجين من بيت سليمان. ايه. قبل على توصل بنتي زوينه. ايه. كنت تقول انك تعرفه. من؟ علي. علي؟ من علي؟ الغريب؟ انا قلت تعرفه يا سيف؟ هذه يمكن كلمة وطلعت مني وأنا ما عندي خبر خلاص. بس طريقتك في الكلام كانت تقول أنك تعرفه. تحيدني أكذب؟ أنا قلت ما أعرفه يعني ما أعرفه خلاص. خلاص يا أبو حمود خلاص لا تعصب. سحبت كلامي. تفضل. عمي ابو حمود بغيتني في شيء؟ ايش مطلعنك من بيت علي المجنون ها؟ قول تكلم خبرني. مطرش اني مسقط اجيب الا بعض الاغراض و, و... 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 اغراض ها؟ وبمرمن. قالوا انه هو ما يرهم يعني ينزل مسقط. قلت انا اساعده. ساعده ها؟ يساعده؟ اشوف. وهو ايش يسوي كل ليله بعد صلاه العشاء؟ ينزل مسقط؟ ناس هناك شافوه وخبروني. ومن هم اللي شافوني في مسقط يا ابو حمود؟ وبعدين من متى الواحد اجرم اذا صار المكان اللي يبغاه؟ ناس وشافوك وجاي خبروني انا. اهدى يا ابو حمود. اهدى الله يهديك. اهدى ما كذاك سيف. الله يخليك انت لا تتدخل. حاضر. ولو اني انا ما عارف انت ليش تاير كذاك. خبره يمكن تحصل حد يوقف معك يخبرني. لا انا اكثر من كذا ما اتحمل. شوف انت شوف انت لازم تترك هاي الحاره وتشوف لك حاره ثانيه غير عن هنا. تقدر تقول لي ليش كذا بس؟ وانت تقدر تقول ليش مسكننك في هذه الحاره دون عن غيرها؟ وانت ايش يمسك منك هنا في الحاره دون عن غيرها؟ هذه حارتي وأنا ساكن فيها من زمان ولي فيها بيت ولي فيها دكان. وأنا بعد هذا البيت ملكي. نعم هذا البيت ملكي. أنا ما ساكن باللي جاي حتى تقدر تطردني. بس اللي نعرفه أن هذا البيت لناس ثانيين. صاحبه دخل السجن ومات هناك. أعرف صاحبه حمد بن ناصر الله يرحمه. لكن اللي ما تعرفوه أنه باع علي قبل لا يموت الله يرحمه. وانتهينا التقيت معاه. أنا أكيد التقيت معاه في السجن. يعني كلام أبو حمود صح 100%. قلت لك يا سيف إن الحق بيبان. أولا هذا الكلام ما عليه دليل. ثانيا حمد بن ناصر ما مات في السجن مثل ما تقولوا. تبغى تعرف يا سيف كيف مات حمد بن ناصر؟ حمد بن ناصر مات مقتول صدمتنا سيارة. وما حد عرف من قتله؟ رغم ان الناس في ذيك الايام اللي عندهم سيارات قلال واجد. الله يرحمه. اسمعني انت اسمعني زين. شوف رغم اللي قلته ورغم كل شيء أنا شايف إنك هذه العيون ما غريبة عليك.
ما غريب عليه. يعني ما تسألني جاي مع من؟ ما يهمني، وأصلا ما كنت بقي لو ما انت اتصلتي وألحيتي علي. سالم أرجوك لا تفهمني غير عن اللي قلبك يشوفني علي. صدقته كثير، لدرجة أنه صار يتحكم فيه، صار جزء مفصول عني، يأمر وبس. أصلاً علاقتنا مستحيلة. علاقتنا؟ قصدش حبنا. أنا ما أعرف مو هو المستحيل فيه، كوني متوسط الحالة أو حتى فقير. يا سالم لا، أنا بعد مثلك، أبوي رجال متوسط الحال، وهذا اللي عرفه، وهذا اللي خليني أتعجب من كلامك. نحن متوافقين في حالنا. يا ريتك يا سالم لو كنت غني، أو كنت غنية. صدقني كان بحبك، لأني بشوف فيك غيري. كأنش بغي تقولي إن التوافق ما يجي إلا بالعكسين، التضاد. هذا اللي حاسة فيه يا سالم. كيف لا تسألني؟ سهرني ويخليني دائما أسأل نفسي عن النهاية. صدقني يا سالم، صدقني أنا كل اللي أتمنى لنفسي أن أتحقق معك أنت وبس. يعني رغم الحيرة متعلقة فيك مثل الموجة الحزينة تحاول تشرب من البحر لكن ترجع له مرة ثانية. لا أبدا، موج البحر يمكن يستريح على الشاطئ لكنه ما يشرب، لأنه يعرف إن البحر حياته. على الشاطئ يتفتت الموج حتى يتجدد. أنت غير. سم لك إن ما غير، بس يمكن هي الحيرة، يمكن هي العجز على التفسير اللي أحس فيه يا سالم، غير عن اللي أقوله. وباكر بتجي تقولي لي إن اللي تشعري به غير عن اللي تسويه. انفصال غريب بين الشعور والفعل. أنا سايرة. يعني خلاص؟ لا أظنني ما برجع حتى لو جيت أقول لك إني بكون لغيرك. ما أظن فيش هذه الشجاعة. هي أنا عندي القدرة إني أسمع منش هذا، أسمع أكثر، أسمع حتى إنش تقولي لي إني أنا كرهك يا سالم. لكنك ما تقدر تقولي لي حتى في أمان الله. هذه ماكينة سميرة؟ معها واحد غير سالم. مثل ما قلت لك يا سيدي، ما أبقي حد يعرف عن سالفة اليوم. أهم شيء إن عبيد يسكت.
أنا قلت هذه السالفة اندفنت خلاص. والله علي المجنون يعرف حمد بن ناصر. ما بعيدة إنه يكون مخبرنا عن السالفة القديمة. اسكت. أنت باغي الناس تسمعني ولا إيش؟ خلاص. أنا قلت ما بيسمع يعني ما بيسمع. يمكن ما قال. ولا إيش اللي يخليه ساكت كل هذه المدة؟ سيف، أنت بتسكت ولا لا؟ ما نسوي شيء، عد الفراش أبو حمود. أبو حمود كذا حال؟ أنا قصدي عمي أبو حمود. إيه بنية، سمعيني، لا تحسبيني نايمة وما شايفة شيء، لا أنا عارفة كل شيء وما مخلني أسكت غير خوفي من الفضيحة. خالتي أنا ما سويت شيء. ما سويتي؟ ما سويتي شيء؟ وإيش الابتسامات والنظرات؟ هو اللي يشوف علي، هو اللي يضحك لي أنا. أستغفر الله، لو ما كان علي أمر ربش كنت عرفت لش، لكن صلاتي أهم منه شو منه. غيبي عن وجهي، غيبي. أنا متأكد. اسمعني، هذه فرصتنا لحد الحين بعد واقف، يعني ما اختفى. ليش وقفته؟ شوف قدامك، هو لازم نواجهه، لازم نسأله. نعم الوالد، بغيت تصير مكان؟ تأخرت وقلت ما بدي. اي ولدي بغيت اصير روي اذا ما عليكم امانة. تفضل الوالد تفضل. مشى مرة ابدا، روي في طريقنا، روي في طريقنا. يا الله أحسنت يا ولد أحسنت. سيف
هذا لازم يترك الحارة. يعني كيف؟ ما أعرف، ما أعرف يا سيف، بس لابد إن هناك تكون في طريقة. نخوفه مثلا، نهدده أي شيء، المهم إنه يطلع من الحارة. يطلع يعني يطلع. بس أنت تعرف يا أبو حمود إن زمن التهديد والتخويف انتهى خلاص. بس لازم هناك تكون في طريقة ثانية، طريقة تكون أقرب للتهديد والتخويف، لكنها غير. يلا يا سيف شغل مخك معاي وساعدني، خلينا نفكر بهذه الطريقة. بس لقيتها. نعرض عليه إني أشتري البيت اللي عنده وبالثمن اللي حدده. واحد مثل علي أكيد محتاج لفلوس. وإذا ما وافق، وما أظن إنه بيوافق، على الأقل بيشك في الأمر. إذا كانت المسألة الحين عنده مجرد حيرة، ممكن تتحول إلى استفسار أو شك، وأنت تعرف يا أبو حمود الشك لوين يوصل. إيش فيك أنت سيف؟ إيش فيك؟ هذا اللي أنت شاطر فيه؟ دوامك تقفله في وجهي من كل صوب؟ أنا أقول انتظر شوية، يمكن خوفنا ما له أساس والرجال ما يعرف شيء. على وين كذاك مستعجل يا أبو حمود؟ أنا رايح البيت وبقفل على نفس الباب وما بطلع إلا الصبح. هذا سعود زمان. بعدك تتذكر؟ أنا أبغى أنساه. سمعتني؟ أنساه. تفضلوا تعشوا معي ولادي. احسنتوا، قصرتوا علي الطريق اليوم. احسنتوا ولادي. يا عزة، شوفي من عند الباب، شوفي. وين عزة البيت الوقت؟ عزة صارت البيت.
أنا سيف. سيف. هذا أنت يا سيف؟ أيوة أيوة. وإيش اللي جاي منك في هذا الوقت المتأخر؟ حرصني حرصني جاينك. لا متأخر ولا شيء. هذا وقت. خير. إيش اللي جاي منك في هذا الوقت الحين؟ وأنت طالع من المسجد. نسيت عصاتك. قلت أجيبها لك. نعم نعم نعم. أول مرة تنسى عصاك يا أبو حمود. ما صار شيء يا سيف، ما صار شيء. هات العصا. لا صار. صار يا أبو حمود. وهذا معناه إنك خايف. خايف؟ تملى تملى. سيف سيف سيف. وانت جاي هني صوب البيت ما سمعت شيء؟ شيء مثل ايش؟ مزمار. مزمار؟ لا ما سمعت. مع انه كان يتردد في كل جدران الحارة صوت ما سمعته من زمان. قصده هو. شوفك على خير. Thank you.